موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. شهد ما قرر المخابرات العامة المصرية بالقاهرة التوقيع على إعلان لوقف إطلاق النار في جنوب العاصمة السورية دمشق من جانب فصائل كل من جيش الإسلام وجيش الأبابيل وأكناف ببيت المقدس برعاية جمهورية مصر العربية وبضمانة من جانب جمهورية روسيا الاتحادية. وتضمن الاتفاق استمرار فتح المعابر في جنوب العاصمة السورية دمشق لدخول المساعدات الإنسانية. أعلن مصدر فلسطيني أن الرئيس محمود عباس يعتزم زيارة قطاع غزة في غضون الشهر، وذلك في إطار جهود المصالحة الفلسطينية. وقد أعلنت حركة فتح وحماس أنهما توصلتا إلى اتفاق مع حركة فتح بشأن تطبيق المصالحة السياسية، مشيدين بدور مصر في هذا الإطار وتشكيل حكومة وحدة وطنية. أكد التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أنه لن يقبل انسحابا تفاوضيا لمئات من مقاتلي التنظيم الإرهابي في مدينة راقة السورية. وقالت المتحدثة باسم التحالف الكولونيل ريانا ديلون إن مسلحي داعش يحتجزون بعض المدنيين كدروع بشرية ويمنعوهم من الفرار بينما تدخل المعركة في مراحلها الأخيرة. قالت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان إنها مستعدة لإجراء محادثات مع الحكومة العراقية بشأن المطارات الكردية والمراكز الحدودية والبنوك. وكانت حكومة إقليم كردستان قالت في وقت سابق إن القوات العراقية تستعد لهجوم كبير على القوات الكردية بكركوك، بينما نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي هذه الأنباء، مؤكدا أن القوات العراقية لا تقاتل إلا تنظيم داعش الإرهابية. تخوض اليوم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وإفريقيا على منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو الجولة الرابعة للانتخابات التي تجرى بمقر المنظمة بباريس. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم على رأس كل ساعة في خدمة إخبارية جديدة. إلى ملتقى.